موجز السادسة مساء من الإخبارية السورية. دمرت وحدة من الجيش العربي السوري بتغطية من الطيران الحربي تحصينات وتجمعات لتنظيم داعش الإرهابي في دير الزور. وأفاد مراسل الإخبارية بأن سلاح الجو وجه ضربات مكثفة على تجمعات ونقاط تحصين لتنظيم داعش الإرهابي في محيط منطقة وتل تعلوش وحي العرفي وقرية الجنينة، قضى خلالها على العديد من التكفيريين. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 8 فلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت 7 فلسطينيين بينهم شقيقان وفتى خلال اقتحامها ومداهمتها عددا من المنازل في بلدة صوريف ومخيم العروب والبلدة القديمة من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية. في اليمن، تمكن الجيش اليمني واللجان الشعبية من قتل وإصابة العشرات من مرتزقة النظام السعودي بينهم متزاعمون خلال الساعات الماضية أثناء صد زحفهم في منطقة نهم. وأوضح مصدر عسكري يمني لوكالة سبأ أن خسائر مرتزقة العدوان السعودي خلال صد زحفهم في نهم بلغت 174 قتيلا ومصابا. في خبرنا الأخير، توجه الناخبون الفرنسيون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية وسط إجراءات أمنية مشددة. ودعي أكثر من 47 مليون ناخب لاختيار ممثليهم، البالغ عددهم 577 نائبا في الجمعية الوطنية. ونشرت السلطات الفرنسية نحو 50,000 شرطي، فيما تسيطر الهواجس الأمنية على باريس وعواصم أوروبية أخرى تحسبا لوقوع اعتداءات على غرار تلك التي ضربت مدنا أوروبية عدة. ختام الموجز، إلى اللقاء.